بالنسبة لمهنة النحاس اللي أنا بشتغل فيها هذه تعلمتها من الوالد الله يرحمه، والوالد دوره تعلمها من والده، يعني هذه مهنة متوارثة لنا بالعيلة، وأنا لازلت حتى الآن بشتغل فيها يعني ومحافظ عليها. الله يطلع. بالنسبة للنحاس في عصر كان اسمه العصر النحاسي، يعني لأنه كان موجود فيه النحاس بكثرة بهذاك الوقت. وبالنسبة للنحاس بشكل عام يعني في كل العصور وكل الحضارات كان موجود واستعملوه بالأدوات المنزلية في البيت، الكاسات والأبريق والصحون والشغلات زي، وجدوا كثير بمناطق أثرية بحول العالم كله قطع نحاسية بتثبت هذا الكلام. يعني هلا بالنسبة للنحاس كبقول لك كان عندنا في بالقدس هون سوق اسمه سوق النحاسين، كانوا بزمانها تصنعوا منه كل شيء من النحاس زي الصواني والطناجر والمقالي وكل ما يلزم البيت يعني، وكانت كل واحدة بتتجوز او كل واحد بتجوز يعني يطقم بيته من هذا المحل يعني، فهذا كان من جهاز العروس من زمانها. تعرف مع المدة وتغير الزمان اختلف هذا الاشي، الا انه اليوم الصناعة بشكل عام في فلسطين انقرضت، يعني خلينا نقول احنا بالنسبة للنحاس يعني إن لا ضل عندنا مشاغل نحاس ولا مصانع نحاس ولا اي شيء، كل المحلات تعتمد على المستورد. طبعا رايح يجينا يوم زي ما بقول لك رايحين نندم احنا على هذا الاشي لانه فرطنا فيه. زي انت بتدخل على النت او عندك خبره بالنت ادخل شوف بعض الناس اللي بيسوي كولكشن حول العالم بلموا قطع من فلسطين راحت ومش رايحه ترجع، لانه لا ضل صانع يصنعها ولا ضل حدا يسويها. شوف انا بالنسبه لي عشان فاتح محل في البلد القديمه مش كل الناس بتعرف عن المحل تبعي او عن الصنعه اللي انا بشتغل فيها، يعني بيجوا ناس بالصدفة مرات بيجوا بيسألوا هذا محل نحاس يا عمي إلك المحل؟ آه بقدر أسألك. تفضل بتصلح بوابير؟ آه يا عمي بصلح بوابير. والله يا عمي منيح اللي بتصلح بوابير، عندي بابور سيدي أو ستي بدي أصلحه. شوف أنا بالنسبة لمادة يعني شغلي في النحاس الحمد لله رب العالمين أنا بشتغل بالشغلة هذه من زمان، يعني ولي فاتح محل أكثر من 20 سنة في سوق الخواجات. إن أنا أحكي لك إياها بصراحة، لو أنا بدي أعتمد على شغل الصنعة هذه مش راح أفتح دار ولا أطعم أولادي. الحمد لله رب العالمين إضافة إلى الشغل هذه بشتغل حارس في المسجد الأقصى من ما يقرب من 22 سنة. الحمد لله رب العالمين المعاش اللي غادي مع المعاش اللي بيطلع من هون مصدورين فيه إحنا والأولاد وعايشين أحلى عيشة والله. والله شوف أنا بنصح كل بني آدم عنده قطعة نحاسية كانت من أهله أو مش من أهله أو هو بيقدر يشتري يحتفظ في شيء من هذه القطع عنده في البيت، كان في الكلور أو تراث أو شيء أو نوع من أنواع العزة يعني إشي يحطه عنده في البيت. والله بالنسبة للمهنة هذه أنا كل حياتي فيها، يعني أنا نشأت فيها وتعلمتها والحمد لله رب العالمين، وأسأل الله إني أحافظ عليها لآخر يوم في عمري.